السلام عليكم، أهلا بكم في موقع منهاج التعليمي. سنبدأ اليوم في الدرس الرابع من دروس اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائي. طبعا ما زلنا في وحدة Classroom Rules Unit 1 Classroom Rules، مبادئ غرفة الصف. هنا لدينا بعض التمارين نريد حلها في أشياء فيما يتعلق في هذه الوحدة. exercise number one. Look، انظر، and write، واكتب. Pencils. Board. طبعا pencils هي أقلام رصاص. Board، سبورة. Ruler. ماذا الورد؟ رولر تعني مسطرة. Window. نافذة. Door. باب. Pencil case تعني حاملة الأقلام أو المقلمة كما نسميها في العامية. لدينا هنا عدة صور لهذه الكلمات المكتوبة هنا في هذه الصناديق الزرقاوية الزرقاء اللون. لدينا هنا سبورة، وهنا باب، وهنا أقلام رصاص، وهنا حاملة أقلام، وهنا نافذة، وهنا مسطرة. إذا number one، لدينا هنا سبورة one plus two. Two، هنا لدينا 2 + 2 يعني هنا مدون على السبورة. إذا هذه سبورة. ما هي الكلمة الموجودة هنا التي تعني سبورة؟ إذا شرحناها هي board. سبورة. نضع إذا كلمة board هنا. number أو letter A. نكتب board هنا. B، ما هذا الذي لدينا؟ لدينا باب تعني door باب. نضع door هنا. ما هذه؟ هذه أقلام رصاص، إذن pencils. نضع pencils هنا، أقلام رصاص. هذه الكلمة نكتبها هنا. هذه، ما هذه؟ هذه حملت أو حمالة أقلام رصاص. Pencils case. نضع هذه الكلمة هنا في الفراغ دي. نضع Pencil case حملت الأقلام. ما هذه؟ هذه نافذة. نضع window. هذه كلمة window. yes، نضع window هنا. وهذه الأخيرة ما هي؟ هذه مسطرة. نضع ruler. then ruler، هذه هي مسطرة، نضعها في الفراغ الأخير وهو letter F، الحرف F. طبعا تمرين جدا سهل، ولكن يحتاج إلى أن تكونوا على معرفة سابقة في هذه الكلمات. أتمنى أن ذكرنا في الدرس السابق أن يجب حفظ هكذا كلمات، لأنها لكم ستلاقونها في الدروس القادمة. Number two، complete and say، أكمل وقل. Number two، complete and say، أكمل وقل. لدينا هنا عبارة عن أفعال، هنا give يعطي، clean ينظف، look ينظر، class ماذا؟ هنا فعل القفل أو التسكير.
open on plus أغلق open افتح. إذا أعيد give أعطي هنا x3 يعني نستخدم give ثلاث مرات في الحل. clean ننظف look انظر close أغلق open افتح. هنا فراغ me the pencil me اللي أعطيني لي هنا لي me the pencil شو لازم أختار؟ لازم أختار give me the pencil أعطيني قلم الرصاص. door the door ماذا؟ door أقول إما افتح أو أغلق إما افتح الباب أو أغلق الباب. طبعا هنا سنضع open. لماذا open؟ لماذا open وليس close؟ لماذا open؟ لأن هنا close the window it's cold. هنا نضع close. هنا بيقول لأنه أغلق النافذة it's cold إنه بارد الجو بارد. وأن هنا نضع في هذا الفراغ نضع open. number three me the book مشابهة لهذه me the pencil أعطيني القلم الرصاص أعطيني هنا الكتاب. إذا نضع الفعل give me the book أعطيني الكتاب. number four أربعة number four ماذا number four ماذا بقي لدينا؟ اخترنا open واخترنا واحدة من give ماذا واخترنا close ماذا بقي له clean and clean. ماذا نقول؟ هل أقول انظر إلى انظر المقعد؟ لا يجوز. إذن clean the desk نظف المقعد. إذا number four نختار clean نضع clean هنا في هذا الفراغ. طلاب الأعزاء أرجو من بعد أثناء الاستماع إلى الفيديو أن تتناولوا الكتاب بين يديكم لاختيار الإجابة الصحيحة. طبعا في بداية الأمر أنتم تقومون باستخراج الحل بأنفسكم. عندما يصعب عليكم أي شيء تعودون إلى تكرار الفيديو مرارا وتكرارا. number four إذا قلنا هنا clean the desk نظف. five close the window it's cold أغلق النافذة إن الجو بارد. close إذا نضع هنا الفعل close the door close the window it's cold yes. number six add the board إلى السبورة ماذا إلى السبورة؟ انظر إلى السبورة. إذن هو الفعل look انظر look at the board انظر إلى السبورة. give هنا me the ruler أعطيني هذا نضع give للمرة الثالثة هنا give me the ruler أعطيني المسطرة. إذن استخدمنا هنا الفعل give ثلاث مرات هنا إشارة x و 3 هذا يعني أن نستخدم الفعل give ثلاث مرات في هذا التمرين. نعم بكل تأكيد انتهينا من حل هذا التمرين. سننتقل إلى الصفحة التي تليها page 18. لدينا هنا أيضا عبارة عن تمرين في لكي نرسخ فكرة مبادئ أو الأشياء التي نحتاجها في الصف لنركزها ونفهمها بشكل جيد. هنا لدينا عدة سلايدات هنا سلايدات كتابية. هنا لدينا حقيبة كل طفل يحمل حقيبة ويقول أعطيني كذا مثلا أعطيني القاموس أعطيني القلم الرصاص أعطيني الكتاب. هنا لدينا سلة موجود فيها متطلبات هؤلاء الطلاب طالبة وطالب.
طبعا لنبدأ مع الطالب هذا. ماذا يقول؟ Give me the green pencil. Give me the green pencil. أعطيني القلم الرصاص الأخضر. Pencil. Give me. أعطيني the green الأخضر. Pencil. أعطيني قلم الرصاص الأخضر. إذن إلى أين نأتي؟ نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى هنا، إلى السلة. أين هو قلم الرصاص الأخضر؟ هذا هو قلم الرصاص الأخضر. إذن أصل بين هنا والحقيبة. أصل بين قلم الرصاص الأخضر والحقيبة. ماذا يريد أيضا؟ The dictionary. Dictionary تعني القاموس. أين هو القاموس؟ هذا هو القاموس في اللون الأحمر الفاتح. إذن نصل ديكشنري مع الحقيبة أيضا. هناك طلب ثالث، and the blue book، والكتاب الأزرق. هل يوجد كتاب أزرق في السلة؟ نعم، هناك كتاب أزرق في السلة. إذا نصل هذا الكتاب في مع هذه الحقيبة. نأتي إلى الفتاة. ماذا تريد الفتاة؟ Give me two rulers. أعطيني مسطرتين. Give me two rulers. أعطيني مسطرتين. And an eraser. And an eraser. وماذا؟ وممحاض أو ومبراد. مبراد أقلام. هنا تريد مسطرتين. نصل هذه المسطرة مع هذه الحقيبة وهذه المسطرة الثانية وأيضا eraser. إيريسر. نصل أيضا المبراد. لدينا هنا الطالب رقم ثلاثة. طالب رقم ثلاثة ماذا يريد؟ Give me the red pencil case. أعطيني ماذا؟ Red pencil case. حقيبة أو حمالة الأقلام الحمراء. أين هي حمالة؟ هذه هي. إذا نصل هذه مع الحقيبة في الأسفل. نصل حمالة الأقلام هذه الحمراء إلى هذه حقيبة هذه الفتاة. وماذا تريد أيضا؟ تريد three pencils. تريد ثلاث أقلام رصاص. هذه هي ثلاث أرقام الرصاص. إذن نصلها مع هذه الحقيبة. انتهينا من هذه الفتاة. سننتقل إلى الصبي هنا. Give me the pencil. أعطيني the pencil sharpener. Then pencil sharpener ما هي؟ هي المبراد. عفوا هنا قلت لكم أن eraser هي المبراد. هناك فرق بين الممحاط والمبراد. طبعا هذه هي الممحاط. نصلها مع eraser. Yes. No problem. And two yellow books. وكتابين صفراويان اللون. كتابين باللون الأصفر. Two yellow books. أين هم؟ هؤلاء الكتابين. إذا نصل هذا الكتابين مع هذه الحقيبة. yellow books. كتب صفراء اللون. نعم انتهينا. سنعيد قراءة فقط السلايدات الكتابية. Give me the green pencil. The dictionary and the blue book. Give me two rulers and an eraser. Give me the red pencil. Case and three pencils. Give me the pencil sharpener and two yellow books. Two yellow books. كتابين صفراويان. انتهينا من الصفحة الثامنة عشر. نعم لننتقل سوية إلى الصفحة التاسعة عشر. هنا في الصفحة التاسعة عشر تمرين يحتاج إلى جهد. أرجو من الجميع قبل حل هذا التمرين
أن تفتحوا الكتاب على الصفحة 18 ومحاولة إيجاد الحل بها قبل أن نحله هنا. هنا لدينا عبارة عن 12 كلمة، طبعا هي الأرقام. لدينا أول رقم 4 4 13 13 11 50 50 16 السادس عشر 14 الرابع عشر 40 40 9 يعني 9 12 الثاني عشر 8 الثامن 5 ماذا الرقم 5 18 ماذا 18 ثمانية عشر. سنبحث الآن بشكل عشوائي. مثلا ألقي نظرة بعد قراءة هذه الكلمات مرتين أو ثلاثة وآتي إلى هنا. نعم، أبدأ بالبحث أيضا. إلى هنا لدينا هنا حرف الـ H والـ T يأتون تباعا. هنا إذا لدينا ماذا؟ 8 ثمانية. وجدت الرقم ثمانية. ماذا أضع هنا؟ هذه هي number 8 ثمانية. نضع خط عليها، يعني هذا أن انتهينا منها لكي لا أعود وأبحث عنها مرة أخرى. لدينا هنا 9 هنا بالعكس، هنا حرف الـ N وهنا الـ I وهنا الـ N وهنا الـ E. إذن أبدأ برسم الدائرة من هنا 9 9. هنا أضع أيضا، أضع خط على 9، انتهينا منها أيضا. 13 هنا حرف الـ T H I R T E E N. أبدأ في الدائرة من هنا، من هنا إلى هنا، تنتهي عند حرف الـ N. هنا أصبح لدينا 13. أضع خط على 13، انتهينا منها أيضا. هنا لدينا 40 40. نبدأ من هنا بوضع الدائرة 40 40. هذه هي 40. طبعا هذه هنا أضع خط أيضا على 40. ماذا لدينا إذا هنا؟ هكذا هنا 14 أو هنا 50 لكي لا نضيع. 50 أضع دائرة من هنا من عند حرف الإف إلى حرف الواي 50. أعود وأضع خط على 50 أيضا. انتهينا من هذه، سنتحول إلى هنا، سننتقل إلى هنا 11 11. هنا الرقم 11 11. 11 أبدأ من هنا من حرف الـ E وتنتهي في حرف الـ N. إذن أضع هنا خط على 11 18 18. 18 هنا حرف الـ E وتنتهي في حرف الـ N. أبدأ برسم الدائرة هنا إلى حرف الـ N. رسمناها إذن هنا 18. أين 18 18؟ أضع عليها خط أيضا دلالة على الانتهاء منها. ماذا بقي لدينا؟ بقي لدينا 12 and 16 and 5. هذه هي 12 أيضا أتت بالعكس، موجودة لنا بالعكس، تبدأ بحرف الـ T وتنتهي بحرف الـ E. إذا نبدأ برسم الدائرة من هنا 12 12 12 12. ماذا بقي لدينا؟ بقي لدينا 16 16. إذن
أضع 16 إلى حرف ال N، إلى حرف ال N. هنا هذه زائدة هنا، يمكن أن يكون بالرسم عن طريق الخطأ. هنا 16 السادس 10. آتي إلى هنا وأضع خط بجانب أو على 16. بقي 5 الرقم 5، 5 الرقم 5. أضع خط على الرقم 5. طبعا هذه هي تمرين جدا مفيد، تتعلمون به كتابة الأرقام بشكل كتابي وليس رقمي. سنأخذ التمرين القادم فيما بعدها، سننتهي من الدرس لأنه تمرين لكي ننهي الصفحة. Count and write، عد واكتب. How many pencils؟ كم عدد الأقلام؟ كم عدد الأقلام؟ ابدأ بعد هذه الأقلام من اليمين إلى اليسار أو بالعكس. نبدأ هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 18, 20, 21, 22. إذا لدينا 22 رقم، نضع هنا الرقم 22 أو تكتبها كتابة 22. لدينا 22 قلما. How many rulers؟ كم عدد المساطر هنا؟ نبدأ بالعد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. إذا لدينا 9 مساطر، إذا نضع هنا رقم 9 أو 9 كتابة. نعم، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا. وصلنا إلى الصفحة 19 وهو الدرس الرابع لطلاب الصف الرابع. دمتم في رعاية الله، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.